وللحديث أكثر ينضم معنا من القاهرة الدكتور حسني الخولي. حياك الله دكتور حسني، شكرا لوجودك معنا. دعني أبدأ معك من خبر صندوق الاستثمارات العام السعودي والشركة الإماراتية عن الاستحواذ على شركة أمل الأدوية في مصر. اليوم كيف تقرأ سوق الاستحواذات في المنطقة وخاصة في قطاع الأدوية واللي يشهد يعني فرص أكبر لم تكن يعني متاحة الفترة الماضية؟ اهلا وسهلا اخي سلمان وبمسع الساده المشاهدين. الاستثمارات السعوديه سواء في مجال الادويه والاستحواذ على امون او غيرها، احنا لو اتكلمنا على المملكه العربيه السعوديه هي المستثمر رقم واحد في الدول العربيه وفرق كبير على الرقم التالي، هي رقم اثنين بعد بريطانيا. يعني لو صنفنا المستثمر اللي بيستثمر في مصر الأجنبي، رقم واحد إنجلترا، رقم اثنين المملكة العربية السعودية، ده واحد. رقم اثنين المملكة العربية السعودية استثماراتها مش في مجال الأدوية بس، في كافة القطاعات، التجارة البينية، الاستثمارات في القطاعات الكتيرة، نقول في العقار، في الصناعة، تنوعها. احنا بنتكلم في آلاف الشركات وبمبالغ تفوق 30 مليار دولار استثمارات تراكمية. النهاردة بنتكلم في استثمار لشركة أمون للأدوية. مصر زي ما انت عارف احنا فوق 100 مليون والصحة بقت مطلب. كان يسبق هذا الإمارات استثمرت مبالغ كبيرة في مجالات التحاليل والأشعة. النهاردة المملكة مع الإمارات بتستثمر في مجال الأدوية. نعم. والنهاردة الدواء المصري مطلوب على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمان، وبالتالي نعم. الاستثمار رابح وراجح. فضلي فن. نعم، كنت أسأل بالنسبة عن اليوم الفرص بالنسبة في هذا القطاع يعني تحديدا، ربما كان هناك اهتمام واضح ولكن اليوم اتجاه الصناديق في منطقة الخليج العربي الاتجاه انه تبحث عن الفرص المتاحة في قطاع الأدوية تحديدا في مصر. جيد جدا. كان يسبق هذا حاجات كتيرة، ان مصر غيرت كتير من تشريعاتها، بقت جاذبة للاستثمار رقم واحد. النهاردة العائد على الاستثمار زي ما حضرتك تفضلت، مبيعات حوالي 4 مليار 300 مليون مكاسب، هو ده استثمار واعد. فلو ضخ فيه رأس المال السعودي والإماراتي هتتوسع، ومصر مرشحة بالمناسبة لإنتاج مصل وأدوية لكورونا اللي بتاخد التفويض من الشركات الكبيرة زي فايزر، وبالتالي من الممكن أن يتم التوسع في سوق مصري كبير يفوق 100 مليون، بالإضافة إلى الأسواق العربية والأفريقية. المملكة بتضخ استثمارات من فترات طويلة، وده كان فيه يسبقها برضك الدراسة لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات، والنهاردة احنا داخلين في الأدوية. الدكتور حسني الخولي الخبير الاقتصادي، كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك.